السلام عليكم زوينة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكون اموركم بخير، تكونوا بصحة جيدة. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم، رجعت معاكم بوصفة فعالة تبيض الاسنان، وصفة كتعطي واحد التبيض سريع وفي ثواني، كتقضي على الجير، كتقضي على داك الصدى اللي كيكون ملتصق يعني في الجوانب ديال الاسنان، وكتقضي على المشكل ديال الجير. هذه الوصفة كتعطي واحد البياض ناصع، تخليكم تكون عندكم واحد الثقة في النفس يعني ملي كتبتسموا، فهذه الوصفة تعطي واحد البياض اللي زوين بزاف. هاد الوصفة طبيعية 100%، غادي تجربوها غتعطيكم واحد النتائج رائعة، وغادي تصدمكم النتيجة ديالها الا كنتو اسنانكم يعني صفرين بزاف، عندكم المشكل ديال كيف ما قلت لكم الجير او لا الصدى، او لا حتى الا كانت عندكم الرائحة الكريهة ديال الفم او لا النزيف اللثة. فهاد الوصفة اللي غنشارك معكم رائعة بامتياز، فخليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا معايا الوصفة، وغنشارك معكم حتى واحد المحلول لإزالة الرائحة الكريهة وتيخلي ان الفم ديالك تكون فيه واحد الريحة زوينة. غندوزو دابا تشوفوا معايا الوصفة، ومن بعد تشوفوا معايا الوصفة الثانية اللي غنبارطاجي معاكم. فإذا كنتو جداد ما تنساوش تابونو في لاشين، واكيد ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله الجديد. وغادي نبداو على بركة الله. عندنا اول مكون هو التفاح، كيف ما كتشوفوا معايا التفاح رائع للاسنان وكيعطي واحد البياض زوين بزاف للاسنان. فغادي ناخدو غير واحد القطعه هكا من التفاح كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نقشروه بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. ما تنسوش الزوينات ديالي تخليوا لي لايك للفيديو وتشجعوني باش هكا نبقى نجيب لكم وصفات رائعه ووصفات مجربه ومضمونه يعني كتجربوها وتعطيكم نتيجه. وما تنسوش تخليوا لي شي تعليق زوين بعد ما تشوفوا الفيديو حتى للتالي، واكيد الى عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تشاركوه مع العائله والاحباب. بعد ما تتقشروا ديك القطعه ديال التفاح، فكتاخذوا واحد الحكاكه وكتحكوا واحد الكميه هكا كما كتشوفوا معايا في الفيديو بهذا الشكل هذا، غير الحكاكه تكون هكا رقيقه، او لا ممكن تطحنوا ديك القطعه ديال التفاح، فممكن باش هكا نستخلصوا العصير ديال التفاح كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. فهاد الطريقه يعني ساهله كما كتشوفوا معايا، فانا غادي نستعمل غير المبشره او الحكاكه اللي كتكون رقيقه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. بالنسبه لهاد الوصفه كتعطي التبييض، تقضي على الاصفرار ديال الاسنان. بزاف الناس اللي كيعانوا من مشكل الاصفرار ديال الاسنان، عندهم الاسنان ديالهم صفرين، فالاصفرار ديال الاسنان يعني كيجي من تناول يعني القهوه او الاتاي، او كاين بزاف يعني المشروبات اللي كتخلي ان الاسنان يعني يوليو صفرين، ولا حتى الناس اللي تيدخنوا يعني تيدخنوا يعني كي عندهم الاسنان ديالهم كيكونوا صفرين. فهاد الوصفه غتنفعكم بزاف. المهم تاخدوا ديك الكميه ديال التفاح اللي حكيتوها وكتصفيوها بهذا الشكل هذا، يعني غناخدو غير العصير ديال التفاح كيف ما كتشوفوا معايا. فالعصير ديال التفاح ممتاز جدا للاسنان، فيه فوائد كثيره، وهذه الوصفه اللي غنبارطاجي معكم اليوم طبيعيه 100%، تتحافظ لكم على اللثه يعني كتحكوا بها الاسنان ديالكم وكتعطيكم نتيجه، يعني كتحيد الاصفرار، تحيد الصداع. الناس اللي عندهم مشكل يعني ديال الجير يعني ملتصق بالاسنان، فالمداومه على هاد الوصفه يعني كتعطي نتائج رائعه في ازاله يعني داك الكالكير اللي كيكون ملتصق يعني داخل الاسنان. المهم غادي نستمر حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. فخلاص المهم دابا انا كملت كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نحتاجوا غير القليل من عصير ديال التفاح طبعا. صافي هاد الكميه هي اللي عندي كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحتاجوا الحليب البودره، يعني ثاني مكون عندنا هنايا في الوصفه. تقريبا غادي نحتاجوا لواحد الملعقه صغيره ديال الحليب نيدو. فهاد الحليب بودره ممكن تستعملوا اي نوعيه ديال الحليب، ماشي بالضروره هاد النوعيه اللي عندي انا. بالنسبه للحليب البودره تيحتوي على بزاف ديال الفيتامينات، بحال يعني الحديد، بحال الكالسيوم، فيه بزاف يعني فيتامينات كثيره، مفيد جدا يعني للاسنان. المهم كندير واحد المعلقه صغيره وكنخلطوها مزيان. فهاد الوصفه راه يعني هاد الكميه اللي درت انا راه كافيه يعني الاسنان ديال شخص واحد. تنخلطوها بهذا الشكل هذا، هاد الكميه اللي ضفنا ديال الحليب بودره، حتى كتنسجم لينا مزيان مع داك العصير ديال التفاح بهذا الشكل هذا.
وغادي نضيفو قطرات من عصير الليمون او لا الحامض، يعني بضع قطرات تقريبا، واحد اربع الى خمس قطرات ديال الحامض او الليمون. فبالنسبة الحامض تيحتوي على لاسيد سيتريك اللي مبيض جدا للاسنان، فبزاف اللي كيقولوا انه تيخرج على الاسنان وتيحيد الطبقه ديال المينا. فبالنسبه لي انا كنستعمله شخصيا، انا كنستعمله وبعد خطرات يعني كنستعمله بوحده وكنحك به السنان ديالي، كيحيد الاصفرار والسنان ديالي ما شاء الله اللي شافهم تيسولني على السر، و يعني ما كنشوفش انه كيأثر ليا على السنان ديالي، بالعكس كيعطي نتائج زوينه. غادي نضيف شويه من خل التفاح، كيبقى اختياري، لما بغيتوش تضيفوه كيبقى اختياري. مهم، خل التفاح مفيد بزاف، يعني حتى هو كيبيض الاسنان، تحيد الرائحه الكريهه، تيقتل لنا البكتيريا والميكروبات اللي كتكون لنا يعني في الاسنان ديالنا وعلى اللثه ديالنا، فهو مزيان بزاف. ممكن دير واحد المعلقه صغيره او لا نص معلقه صغيره وكتخلطوها جيدا مع هاد المكونات هادو كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، كنخلطو مزيان حتى كينتجمو لينا هاد المكونات هادو طبعا. ثم من بعد ما غادي نخلطو هاد المكونات هادو مزيان، غادي نحتاجو الكركم، من احسن يكون طبيعي يعني مطحون على اليد. الكركم معروف يعني بالفوائد ديالو، وهاد الماده ديال الكركما مزيانه بزاف، خصوصا يعني في ازاله الاصفرار وازاله يعني كل شيء، يعني كيحيد كل شيء من السنان، يعني لا الصدأ ولا الصفوريه ولا الكالكير ولا اي حاجه، يعني الجيل الملتصق بالاسنان كل شيء كيتحيد. كديروا منه غير واحد نص معلقه صغيره تقريبا وكتخلطوها مزيان، او لا اقل من نص معلقه صغيره كتخلطوها مزيان بهذا الشكل هذا مع هذه الوصفه هذه هكا، يعني بهذه الطريقه هذه حتى كينسجم لكم داك الكركم مع باقي المكونات. الوصفه كتجينا بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، صافي. من بعد ما تتخلطوا الوصفه مزيان كتاخدوا الفرشات ديال الاسنان، يعني اللي كتستعملوها الوصفات الطبيعيه، فمن احسن ديروا فرشات تكون خاصه بالوصفه، الوصفات الطبيعيه اللي كتستعملوا تبييض الاسنان، والفرشات يعني ديال اللي كتحكوا بها يعني بالمعجون ديال الاسنان تكون بوحدها. صافي. المهم كتاخدوا القليل من هاد الخليط وكتحكوا به الاسنان ديالكم مزيان، وكتعاودوا تشلوا ديك الشيته اولا الفرشاة ديال الاسنان، وكتعاودوا عاوتاني ديروا فيها داك الخليط وكتعاودوا تحكوا الاسنان ديالكم. هذه العمليه كديروا واحد ثلاثه المرات هكا، كتحكوا الاسنان ديالكم مزيان تقريبا واحد 5 دقائق حتى 6 دقائق. ما تنساو حتى شي بلاصه، يعني حكوا الاسنان ديالكم كاملين من كل الجوانب، وغادي تلاحظوا فرق كبير الا كانوا الاسنان ديالكم صفرين حالتهم مصدين، يعني ما حتى المعجون ديال الاسنان ما بيضهمش ليكم. فهاد الوصفه انا متاكده انها غادي تعطيكم نتائج اللي ما كنتوش كتوقعوها، كتبيض الاسنان. ومجربه مني شخصيا، كنشارك معاكم الوصفه اللي كنكون جربتها وعطاتني نتيجه، يعني عاد باش كنحطها ليكم. المهم هذه هي الوصفه، كديروها ثلاثه المرات في السيمانه، راه ما نعاودش ليكم، ما غاديش تبقاو كاع تحتاجوا المعجون الاسنان يعني بهذه الوصفه، ولكن معجون الاسنان ضروري يعني لانه كنستعمله يوميا ضروري، يعني ممكن نستغناو عليه، ولكن هذه الوصفه راه زوينه بزاف، يعني كتعطي التبييض بسرعه، يعني في البلاصه كتحكوا بها كتبان لكم النتيجه. دابا غندوزو نشارك معكم واحد المحلول اللي غتبقاو تشلوا به الفم ديالكم، تنقي الفم، تحيد البكتيريا والميكروبات، تحيد الريحه اللي كتكون خايبه في الفم. غنحتاجو فيه الحامض او الليمون كيف ما شفتوا معايا، كتعصر واحد شويه وكتضيفوا عليه القليل من خل التفاح، صافي. وكتخلطوه في واحد الكاس ديال الماء وكتشلوا به الفم ديالكم قبل الفطور، يعني ملي تفيقوا من النعاس وقبل النوم، فهذا كيساهم بشكل كبير في انه تيخلي الفم ديالكم الريحه ديالو زوينه وتستعملوه مع الوصفه هذه. مهم، هذه هي الوصفه اللي بغيت نبارطاجي معكم اليوم، ونتمنى ان شاء الله تجربوها، وكلكم بغيتكم ترجعوا تخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات بعد ما ان شاء الله تجربوها. اي وحده بغات شي وصفه نبارطاجيها معكم على القناه مرحبا، خليوها لي في التعليقات ان شاء الله نشاركها معكم. وهذا الشيء اللي كاين، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا يعني من هذا الفيديو اللي بارطاجيت معكم اليوم،
وغادي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف. غادي نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد مع وصفة جديدة، وفي امان الله ومع السلامة.